انتشرت ظاهرة اختفاء القبطيات في هذا الشأن. زوجة اسمها غادة صابر في اسمها غادة او بيت ان اسمها نهلة ولا نهى معرفش، انا ما بتفرقش معايا، مش عايز اشيرها. السيدة نهى السيد اللي هي اصلا كانت مسيحية وتركت المسيحية ودخلت الاسلام حديثا وعملت قناه على اليوتيوب. طبعا دلوقتي هي نمرة واحد على اليوتيوب ما تشهرهاش، واحنا تايهين، واحنا مش عارفين حتى نرد عليها. حاول مع الكنيسه وشوف ولادك، طبعا ده هياخد وقت. احنا مسيحيين مش عايزين ولادك يبقوا مسلمين. اللي زعلني ان بالفيديوهات بتاعتكم بتضعفوا الايمان المسيحي الضعيف للناس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني وأخواتي في الله. حلقتنا النهاردة هتلقي الضوء على فضائح الكنيسة المصرية وتسطرها على الكهنة والقساوسة اللي بتعتبروهم وكلاء الله على الأرض وبتقدموا لهم فروض الولاء والطاعة وبتعترفوا ليهم بأسراركم. وبطل الحلقة هو القمص أثناسيوس رزق، كاهن كنيسة العذراء 15 مايو بمدينة حلوان بالقاهرة، والمسؤول عن 3 كنائس مصرية، وهو أب اعتراف لمنطقة حلوان و15 مايو. والقمص ده اتنشر ليه تسجيلات صوتية بينه وبين أحد السيدات تثبت وجود علاقة قاسمة بينهم، واللي نشر التسجيلات الأستاذ وائل عبد المسيح وكيل مدرسة ب15 مايو بالقاهرة، اللي أكد أنه قدر يحصل على تسجيلات صوتية بين مراته والقمص أثناسيوس رزق. وبعد ما تأكد من مطابقة صوت زوجته ومطابقة صوت القس من خلال خبراء الأصوات في اتحاد الإذاعة والتلفزيون، تقدم ببلاغ رقم 26450 لسنة 2014 لإثبات حالة الزنا علشان ياخد حكم بالطلاق يمكنه من الزواج بأخرى. وبعد كده عرض الأمر على المسؤولين في الكنيسة وقابل البابا توادروس وسلموا التسجيلات ولم يرد عليه. وفي نهاية الأمر رفضت الكنيسة الطلاق، وأكيد لأن الكاهن اللي كانت مراته بتزني معاه هو أب الاعتراف. وعلشان المصداقية تعالوا نسمع الحكاية كلها من الأستاذ وائل. الموضوع ابتدى معايا من حوالي 3 سنين. كان بيجي لي رسائل من أرقام مجهولة بتشككني فيها يعني. فطبعا انا في الاول خالص انا ما خدتش وديت يعني، ما رضيتش اتطرق ليها خالص يعني، على اساس انا واثق من مراتي يعني. جت في الاواخر خالص الرسائل ابتدت تقول لي عشان تصدق كلامنا ان فيه هي عامله مكالمات مع الاب الكاهن ده. فطبعا انا الرسائل كانت كتير، فطبعا انا ابتديت انا اعمل انا ايه، ابتديت اواجهها بالرسائل دي، ما هو مفيش دخان غير نار يعني. فطبعا عملت معايا مشكله كتير جامده وخناقه وكده، ورحت سابت البيت بعد ما مشيت على طول وعملت المحضر. بثلاث اشهر تقريبا فضلت ادور في البيت لمده 3 اشهر يعني، لغايه لما لقيت الكارت ده، كارت ميموري اللي هو الميكرو ده. فطبعا شغلته، اتصدمت طبعا بالكلام اللي انا سمعته فيه يعني. المكالمات بينها وبين الكاهن ده مكالمات جنسيه صرف. نهارك اسود ومنيل كل يوم. انت بتجيب لي حبيبي صحه منين ليا وليها وللثانيه يعني؟ انت بس مصطليب عليك ده بس الرابعه والخامسه. لا يعني انت بتجيب يعني مثلا تبقى لسه عامل معايا مثلا، لا بجد يعني انت ممكن تبقى عامل معايا مرتين ثلاثه تروح معاها تعمل تاني يعني؟ انت ايه يعني؟ في برضه مرتين ثلاثه برضه. انت قلت لي اسم الكاهن ده اسمه ابونا أثناسيوس رزق. انت عايز تعمل ايه وانا اقول لك؟ تعال اسال الشعب اللي بيأثر، خلي بالك. ايه؟ الشعب ده بيأثر. هيأثر على ايه؟ بيأثر على ايه؟ وانت على تعمل ايه دلوقتي بقى؟ قاعدة. تعمل ايه يعني؟ بتفرج على البرنامج ده لغاية ما حد يتصل بيا وانزل. المهم انت قول لي الحل اللي انت عايزه عشان احاول ان انا يعني اريحك شوية. طبعا انا رحت واجهت الكاهن ده اول لما لقيت الكارت. طبعا لما رحت واجهته نفى كل حاجه، عمل نفسه انه مش يعني كارت ايه ده، شيطان
ولازم يتحرق. كان كل همه وكل كلامه في القعده كلها ان ده شيطان لازم يتحرق، ولو اتحرق الشيطان طلع من البيت وهترجعوا حبايب زي الاول. فطبعا قلت اكيد قيادات الكنيسه مش هتسيب الموضوع ده، لازم تشوف موقفي ايه، الموقف اللي انا فيه ده لازم تحلهولي. فطبعا خدت تسلسل، رحت للاول وكيل المطرانيه هنا، عملت شكوى وسمع المكالمات وقال لي، انا حتى واجهته يعني قلت له بالمكالمات دي هل صوته ولا مش صوته برضك، لعل وعسى انا كنت ظلمه مع ان انا كنت واثق من الموضوع ده. الاب الكاهن وكيل المطرانيه اسمه ابونا ابراهام قال لي بنسبه 90% صوته. ماشي، والهانم الثانيه تتكلم معاها وتقول لها برضك، تقول لها قدامي هي مش كده وعيب لما انت تقول الكلام ده، فما يصحش ان حتى لو عرفت حاجه لان هي بتشوه صورتك انت. انت المفروض اب اعتراف، المفروض اب الاعتراف ده ما بيطلعش اسرار الناس بره. انت المفروض اب اعتراف، المفروض اب الاعتراف ده ما بيطلعش اسرار الناس بره. فطبعا منزلت الام بسنتي وهو رفض الموضوع ده، قال هرجمعكم مع بعض واصالحكم ببعض وما تروحش الكنيسه دي تاني خالص او تمشوا من مالي. طبعا ما حدش سال فيا، فطبعا اضطريت انزل للبابا طودروس وقدمت له شكاوي، كذا شكاوي كذا شكوى يعني، فما سالش فيه. طبعا لازم ما يسالش فيك لانك انت كشخص عادي من شعبه ما تهموش، هو كده كده عارف انك مش هتعرف تعمل حاجه مع الكاهن المجرم ده. اهم حاجه عند طادرس والكهنه بتوعه المال، والشعب يتحرق بجاز. لدرجه ان في مره من ضمن المرات انا قابلته، كان هو مستعجل وسلمت عليه، فجاء قال لي اقعد مع اي سكرتير. طبعا ما سمعش مني الشكوى يعني، انا قلت له عندي شكوى وهتكلم، فقال لي عندك السكرتير كانك قاعد معايا بالظبط. فطبعا ولا حياة الا من تنادي. دخلت بعديها في شكوى تاني، دخلونا عند ابونا مكاري حبيب في الكاتدرائيه السكرتير بتاعه، فبرضك كان كل كلامه لازم نصلي له عشان يتوب، وان شاء الله ربنا يتوبه، ومش هيتوب لوحده لازم نصلي له. ابتديت ارفع قواضي، ابتديت تاخد هي برقات فيها. طبعا هي بتاخد مني نفقه دلوقتي، رفعت عليها قضيه نفقه وخدتها. طبعا انا كان كل همي ان انا اثبت واقعه الزنا دي، فطبعا خدت براءه. طبعا هو بيصرف عليها لغايه دلوقتي كده، بيصرف عليها لغايه دلوقتي. وطبعا وهو في نفس الوقت بعت لي تهديدات كتير الكاهن ده. تهديدات زي ايه؟ مره بعت لي عربويه، كنت انا فاتح محل، بعت لي عربويه وبعته لي مكانه الشغل، انا شغال مدرس ثانوي، فمكان في الشغل جولي مرتين، وكلموني مره وقولي المحل مره، يعني اربع مواقف حصلت من العربويه دول. كان ده لسه موجود في الكون؟ موجود حاليا لغايه دلوقتي. الراجل بيقول بعتوا له بلطجيه علشان يخلصوا عليه، لانه كان عامل ازعاج ليهم وهيفتح عليهم ابواب جهنم، وخصوصا ان معاه ادله واثباتات قويه تفيد تورط الكاهن المجرم أثناسيوس رزق في ارتكاب الزنا مع مراته. واحلى من الشرف مفيش. والانبا بسنتي بيسند له كنايس تانية، وبيسند له اموال تانية بتاعت كنايس، يعني مش كان كيسة واحدة، لا بعد الموقف ده اسند له كنيستين او ثلاثة تاني. طب حضرتك ما شكتش يعني لما شفت الكاتب ده ممكن يكون صوت حد تاني خالص؟ مش بقول لحضرتك، انا بالنسبة لمراتي انا واثق فيها، طبعا انا واثق في صوت ان انا صوت مراتي. طبعا الكاهن ده انا بقالي حوالي بتاع 10 سنين بخدم معاه. بتخون صاحبك يا أثناسيوس، الراجل خدم معاك 10 سنين وفي الاخر تزني مع مراته. انا مش عارفه ايه الناس القذره دي، وفي الاخر يوهموا اتباعهم ان الاسلام دين زنا ودعاره. انتوا بتتكلموا في ايه؟ شوفوا اماكن العباده عندكم اللي بيحصل فيها وبعدين اتكلموا. فطبعا انا برضك انا ما اتهمتوش مباشره، على اساس ان انا برضك اتاكد من الصوت. لما اتاكدت وخجبت وعظات وكده واتاكدت عرفت. وده اللي بتصدره الكنيسه كقساوسه وبابوات الاعتراف باذنه مع النساء اللي بيروحوا لهم علشان يعترفوا. وليه الاعتراف لانسان غرقان في الخطيه؟ مش ده اللي هو وكيل الله على الارض؟ مش ده اللي هو شغال مسيح على الارض؟ كاهن واخد الروح القدس الذي يغفر الخطايا، فإن كان لا يغفر خطايا إلا الله وحده، فالروح القدس اللي أخذه الكاهن هو اللي بيغفر خطايا. كمان نقطة تاني غير الروح القدس في الكاهن، الكاهن ده وكيل لربنا، هو إنسان واخد سلطان من ربنا إنه يغفر خطايا. الكاهن وحش، الكاهن تحت الجلابية بالأسود، وانس دخل الكاهن
راح عمل ايه؟ لبس تونيا ايه؟ بيضة. ما بقاش ابونا، ما بقى مين؟ بقى المسيح. ايه ده؟ اتغطى. ابونا وحش. من مش ابونا ده؟ انا ما تناولش من ايد ابونا ده. ابونا ده يا عم، ده مش ابونا، دي مش ايد ابونا، ده المسيح. صدق وتؤمن بالله، انت قليل عليك الجزم. يعني عايز تقول لي اللي بيقدس هو المسيح بيناول المسيح على المذبح؟ اي نعم هو ده بشواهد كتابيه. اه طب انا كده معنى هذا ان ما تحولش الجسد والدم عشان خاطر ابونا ما اعترفش خاطر؟ لا 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 لا، ابونا هنا شغال بقى مسيح، مش دعوه. اتغطى نهارك اسود ومنيل كل يوم. وانت انت بتجيب لي حبيبي صحه منين ليا وليها وللثانيه؟ يعني انت بس الصليب عليك ده بس الرابعه والخامسه. لا يعني انت بتجيب يا بني مثلا تبقى لسه عامل معايا مثلا فتحول والناس استفادت والناس بقوا مؤمنين وبقوا قديسين وراحوا السماء وهو فقد ابديته وهو ما راحش هو اللي كان بيعملهم القداديس. مسيح مش دعوه. وهل المسيح حاشاه كان بيزن عندكم علشان القمص أثناسيوس يشتغل مسيح؟ وهل وكيل الله على الأرض بيستغل سلطته ويمارس الرذيلة مع شعب الكنيسة من خلال الاعتراف؟ وبعد إثبات واقعة الزنا من خلال الأدلة الدامغة اللي قدمها جوزها ضدها، ما عملتش الكنيسة بمبدأ لا طلاق إلا لعلة الزنا. موضوع الطلاق ده الناس عايزة تتطلق، مش طايقة بعض يعني. قل لهم الانجيل بيقول، قل لهم الانجيل بيقول لا طلاق الا لعلة الزنا. ده قول الكتاب، ده قول الكتاب. ولم توافق الكنيسة على الطلاق بالرغم من ثبوت جريمة الزنا عليها، وضربت بكل الادلة اللي تقدمت عرض الحائط. والامر لم يقتصر على رفضهم طلاق الاستاذ وائل، لكن تعدى الامر الى مكافأة القمص أثناسيوس رزق، وتم اسناد 3 كنائس ليه، وكمان بيطلع في التلفزيون ها ويتكلم عن فضيلة التقوى. فضيلة التقوى وهي بالنسبة في المسيحية هي فضيلة، فضيلة يسعى الانسان بكل امكانياته وكل معرفته انه يقتنيها. فبالنسبة في المسيحية يقول الكتاب المقدس عظيم هو سر التقوى. يا سلام على التقوى. فالله في المسيحية اعتبر ان هذه الفضيلة ده سر عظيم يناله كل هؤلاء الناس الأتقياء الذين يسعون بكل جهدهم الى اقتناء هذه الفضيلة. يعني دعوة الى كل الناس، من اول قامة الى اصغر قامة، من اكبر انسان الى اصغر انسان. فلنقتني فضيلة التقوى، فهي فعلا تجارة عظيمة. ايه يا مؤمن؟ دول مش مؤمنين، دول ذئاب في ثياب حملان وبيدلسوا ويكذبوا على شعبهم. ولو اي انسان عنده شرف وغير على اهل بيته يرفض سر الاعتراف اللي من خلاله بتحصل كوارث وخلوة ما بين القساوسة المجرمين والستات والبنات الضعيفة. فمن خلال سر الاعتراف بيعرف الكاهن نقاط الضعف في الشخصية اللي قدامه، ومن خلالها بيحدد الأدوات اللي بيستخدمها في استغلال هذه الشخصية في الأعمال القذرة واللي سمعناها في التسجيلات المسربة. وده مش أول ولا آخر كاهن بيعمل كده طالما الرجالة عفوا ساكتين. وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.